لغيركم وإني على جور الزمان صبور بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم بالفؤاد حضور رأيي دور الكاميرا هي أهم من دور السلاح. يعني سببت له مشكلة للنظام أكثر من السلاح. يعني بعد ما صارت الثورة مسلحة يعني ضل الكاميرا هي أكثر عدو للنظام، أكثر شيء ممكن يزعج النظام. يعني الإعلامي لما بيمسكه أو بيعتقله النظام ما بيكون معاملته مثل عنصر الجيش الحر اللي بيمسكه أو بيأسره بشي معركة، لا، بيكون الإعلامي فورا تصفية تعذيب أكبر. هذا النائل يعني بنقل الصورة لل عالم، هو يعني هو الفيصل بهالمعركة بينه وبين النظام برأيي. حلب امتدت من نقطة صغيرة جدا إلى حاضرة من الحواضر السكانية، كانت جزء من إمبراطوريات كبرى ومرت عليها فترات كانت مستقلة بحد ذاتها، فترات مثلا فترة الدولة الحمدانية. لكن الشيء الجميل في حلب هو العدد اللامتناهي من الأبنية التاريخية. كانت بوتقة في الواقع، سهرت الناس، سهرت الناس بتجاربهم البشرية والإنسانية والثقافية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لو تعلم إيش في حلب أيام السابقة، حلب كانت جميلة جدا جدا بزحماتها، بأسواقها، أسواق الألبسة، أسواق الأحذية، المحمص، سوق النسوان، سوق السداج، سوق وطفي، بياعين الحلويات. حلب القديمة مسيحات كاملة، من خاناتها لمحلاتها لجوامع، في عندهم نوع من القناصات بتشعل محلات، يطلقوها محلات بأقمشة كانت تشعل، نطلع نحن نتعذب عليها عشان طفيها. محلي آخ يا محلي اللي تعبت عليه وشقيت عليه، محلي تهدم بسبب القصف، والبكي مع محلي، والحزن على معملي، تهدموا لي معملي، وضعنا الأخوة بين بعض نحن. اليوم أنا عمري 53 سنة، شخصيا أنا عمري 9 سنين عم بشتغل وبدرس ومعي شهادة بكالوريا واشتغلت محاسب والمطاعم
المكاتي يعني مثل ما بقولوا سبعت الكرات، تعلمت تصليح الكهرباء، اشتغلت بالدهين، الحمد لله ما مدت يدي لحدا. وجيت لهوني أنا بيت المؤخري ممكن بجي لهون، عندي بيت الحمد لله رب العالمين ملكي، مالي يعني حدا راقد والله إنه أترك الشنطة الشنطة بيتي لشغلي، الشغل لبيتي. بس وقت خرب بيتي ما تم فيه شيء، الراد عليه راح احتلعوا. وجيت لهون كمان مالي مرتاح، يعني قال لك أنا بيرك هوني مرتاح، لا لا مالي مرتاح، حاس حالي بيرك كأنه بسجن. صح في طبيعة في خضار في حرية إلي أروح وبجي، بس نفسية جوا نفسيتنا نحن تعبت. يعني أنا بقول لك عم بضرب خي يضرب، كانت عادية بالنسبة لي، يعني أنا واثق هلا بكره أروح على النظام ما أسمع صوت ضرب، لا شوفها غريبة. تعلمت على الطبل، نفسيتنا هي التعبت، يعني صار مننا وفينا صار إشي يقول الله يا رب خلصنا بقى حاجتنا عذاب حاجتنا تعب كفاها المولى. شفنا صار عمرنا 53 سنة، شفنا ما توصل لل 60 عشان ما نشوف شيء يعني أبشع من هيك. يا حمام الدوحة قلبي مجروح، يا حمام الدوحة قلبي مجروح، يا روح الراح عيوني ما بتنام، يا روح الراح عيوني ما بتنام. روح يا حمام وديني سلام، روح وطمني عنك كلمني، روح وطمني عنك كلمني، لا تنسى دور أحلى الله أكبر الله أكبر. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، نقدم لكم فترة الحصاد الإخباري من إذاعة نسائم سوريا، والبداية بأبرز وأهم العناوين. ارتفاع حصيلة شهداء اليوم إلى 35، ولجان التنسيق توثق ارتقاء 76 أمس الاثنين. اشتباكات عنيفة بين الحر والنظامي في عدة أماكن، وأرياف حماة وحلب ودمشق تحت نيران النظام. وفي حصادنا هذا مجلس الشيوخ الأمريكي يرجئ موعد التصويت، وأوباما لا زال يحاول. في بعد التحرير كان في حاجة ماسة إلو نحن نأسس شيء مؤسسات مدنية. في بداية الأمر كان بعد ما يندحر النظام بمناطق معينة لازم أنت في بداية الأمر كأي منطقة تأمن الشيء الأساسي للناس تعوضهم. انخرطنا بعمل الأفران بتأمين الطحين وتشغيل الأفران بتأمين المازوت تأمين حتى نوصل الشيء الأساسي للناس. بعد هالأمر هذا انتقلنا لمرحلة الدفاع المدني اللي وصلنا عليها بشدة قصف المعاناة للناس والبشر. عم بتشوف ناس عم تقتل تذبح بهاون ومدفعية وبراميل وصواريخ. انت كإنسان عندك مشاعر عندك عواطف إجباري رح تتحرك تجاه الأمر انه إيش بدك تعمل تجاه الناس. من هون بلشت فكرة الدفاع المدني بشكل عام بمحافظة حلب وبشكل خاص عندي أنا كشخصيا. دفعت باتجاه هذا الامر والتحقت بالدفاع المدني ومقدمين لها الامر، وهذا عملنا بالنهايه مو عمل بتحسن تقول عمل كوظيفه اللي العالم تتصور انه كوظيفه، لا هو جزء من الثوره وهالمؤسسه جزء من الثوره، وابناء الدفاع المدني بحلب ابناء حلب وهن عم يشتغلوا لخدمه اهل حلب لانقاذ اهل حلب لانقاذ اطفال حلب لانقاذ نساء حلب.
قتلون تحت على الجيجا؟ ايه. اكلوا منك؟ ايه. اه بعضوا لي ايدي. ما بعضوا، ما بعضوا، بس اللي تحت ما بعضوا. تع 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 الأفكار ما لها حدود، ما لها سياج، بتطير الأفكار، بتطير بتطير برات الحدود، برات الحواجز، وبتصل. فلا يفكروا إنه بآلة القمع وآلة القصف رح يغيروا أفكار هالأطفال اللي شافوا وعاشوا وعاشروا الفترة اللي نحن فيها. فهدول الأطفال أطفال ثوريين رح يكبروا وتكبر معهم الثورة. الحمد لله باركت هيك انا وبعض من اصدقائي وفكرنا بانه نبلش بمشروع التعلم عن طريق اللعب. فلقينا الفكره لقت اعجاب كثير من الناس فاستمرينا فيها. فبالنسبه لنا يعني تعلقنا كثير حتى بالتدريس، خصوصا بفتره الثوره، لاني صار يعني شغلنا الشاغل انه شو بدنا نأمن لهذا الطفل، ان كان الدفاتر، ان كان الكتب، ان كان الجو المناسب لحتى يدرس. يعني شوف انت بتعرف الضغط النفسي اللي عند الاطفال، يعني خصوصا براميل وقصف وحرب. ضرب بيتنا احنا، كنت بالمدرسة عم بحكي مع الأستاذ، سمعت صوت ضربة قوية، هيك شيء من الحيط نزل على فوقي فوق الأستاذ. بعدين أنا يعني جيت مشي على الطريق عادي، نسيت الضربة كلها لأني أنا كل ما بتضرب ضربة بنسيها. مشيت يعني عادي، جيت لقيت حارتنا كلها مخروبة وبنايتنا مخروبة والدم بالأراضي ورفقاتي كلهم ماتوا. طلعت على البيت لقيت بيتنا كله مخروب، يعني كتير شي من بيتنا روح. أكثر مشكلة سببت لي أهل كاميرا هي سجني على الدواعش. يعني ما بدون أي شيء، بدون ما أشتغل ضدهم، بدون ما أعمل شيء ضدهم، سجنت بس لأني معي كاميرا. سجنت 6 شهور، تعذبت كثير، قضيت المرار عندهم بس لأني يعني شيء الكاميرا. زنزانة منفردة كان السجن، معتم ما بتشوف الضوء، تقريبا طول الزنزانة مترين وعرضها متر. برد كتير كان، الأكل وجبة واحدة باليوم، كل 24 ساعة بنطلع على الحمام لنقضي حاجتنا، ممنوع نتأخر أكثر من دقيقتين، يعني الوضع كتير سيء. هلا أنا حاليا بشتغل بكتير أمور، جانب منها هو الجانب الإعلامي، جانب منها هو جانب النشاط المدني أو المجتمع المدني، نحسن نحكي عن المظاهرات والحراكات السلمية اللي عم بتصير، نقدر نحكي عن التوعية أكثر، نقدر نحكي عن موضوع المجتمع المدني بشكل عام، هو أكثر شيء اللي عم بشتغل فيه.
عن اللي بيحكي عن سيادة القانون، بيحكي عن العدالة الانتقالية ممكن تطبق. يعني الله عم نشتغل على الفترات اللاحقة اللي جاي. الشعب كله يعني يمكن أي واحد صار في عنده شهيد، أي شخص عنده بيت مخروب، صار أمر طبيعي يعني بالنسبة للوضع. يعني طب القذيفة ما كان في عنده غير مشفى واحد، فهون كان في نقص بالأطباء، نقص بالممرضين، نقص بالعالم اللي بتسعوا. فصرنا نحن وسبع شباب عندهم خبرات طبية بسيطة، أسسنا منا نقطة طبية هون في الحي اشتغلنا عليها. هاي المحلات هون محلات تجارية، هذا هون محل نجار، جنبه كان مكتب مختار حي كرم الجبل، صيدلية، جامع الإسراء، جامع الإسراء اللي انطلقت منه مظاهرات عديدة ومظاهرات سلمية، كان من أحلى الشباب يعني اللي انتفضوا على النظام. طبعا هي الحاره اللي ربيت فيها انا وولدت فيها ولعبنا فيها لحن صغار. حي كان من اجمل الاحياء القديمه في حلب. هذا الحي شارع بلاط على ايام الفرنسيين. هذا بيت اهلي، هذا البيت اللي ولدت فيه، بيت أهلي. والله يعني ما بصير بدي أدخل عليه من الألم، من الألم والزعل. بمر من جنبه هيك مرور بطلع بتذكر إنه هذا بيت أهلي، هون ربيت أنا، هون ولدت، هون لعبت. يعني ما بصير لي أدخل عليه، شي بزعل. كان البيت فيه ديلي، فيه زرع، يبس الزرع، يبست الدارية، ما ضل شيء، دمار دمار. لما بشوفه بتذكر والدتي، بتذكر والدي الله يرحمه. سبحان الله، نظام ما عنده أي رحمة ولا أي إنسانية.
تجي الكهرباء ساعة ونص تطفى 8 ساعات ونص، تجي ساعة تطفى يومين، تجي وقت يعني بشعلونا يعني إنويك كتروا علينا 4 ساعات تطفى 20 يوم، وقت بتصلح وقت ما بتصلح وبتروح علينا نحنا. الكهرباء يعني تنقطع يعني ما مسأل عليها كتير، بس المي إذا انقطعت المي ما بتمعنا مي، منين بدنا نجيب مي؟ بدنا نروح بالبلاط على محل الجبل، من البلاط لقاضي عسكر، من قاضي عسكر للبلاط. هاي الصورة بالكلاسة قذيفة هاون، استشهد فيها 3 مدنيين من بيناتهم طفلة، بقي هون حذاء الطفلة وبقع الدم، وهي كولاب التليفون اتشظت بشظايا القذيفة. هاي الصورة بستان القصر، طيارة الميج عملت غارة جوية، كان في تجمع للمدنيين، راح تقريبا شي 15 شهيد، عائلة عم تنزح، عم ينقلوا أغراضهم على عربية، هاي البنت عم تنفخ بالونة على كيف تمها. هاي الصورة خلال العيد، أطفال شلون صارت ألعابهم كلها بالسلاح، طبعا السلاح هذا لعبة يعني مو سلاح حقيقي، بس نظرة الطفل يعني بتحسه أنه سلاح حقيقي عم يوجهه على حدا. هاي الصورة الأول برميل بينزل على منطقة بستان القصر، كان تقريبا الساعة 12 بالليل، نزل بسبب حريق ودمار كبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا شباب، الله أكبر. حطه بالحرام حطه بالحرام حطه بالحرام. كان أمر بالفعل لا يوجد بشر قادر أن يكون تصور هالموقف، لا يوجد بشر ما بحسن إلا يعني يبكي، ما بحسن إلا بس، لكن أمر كان جد 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 فظيع. تشوف إنسان محروم، تشوف أم حاضنة ابنها واثنيناتهم محروقين، أم حاضنة ابنها راح تطلع من حلب، راح تطلع من القصف، تشوف أمامه حضن تحضن محروق اثنينات. يعني أنا الأمر هذا ما حكيته لأحد، يعني ما بتصور رحت عن المهمة رجعت طبيعي، لكن الأمر ما بغي محمد بالي ولا
السلام عليكم. كان يوم جمعة عن صلاة الظهر، العالم بالجامع، نكون نحن هون عم نجهز حالنا نروح على الصلاة، بنزل ما منروح على الصلاة، بصير بجينا إسعافات إسعافات إسعافات. أنا بسمع الصوت يعني هون وقتها عم بشوف عم بطلع أولاد حارتي اللي عم بجوني متصوبين مثلا، لبين ما خف الضغط طلعت لفوق رقدت على البيت ما لقيت، ما عرفت الحارة أنه أنا ثلاث بنايات ورا بعضهم ما لقيتهم، لا بنايتي ولا جنبها ولا جنبها، يعني تغيرت معالم الحارة نهائيا. هون هيك كانت الأسقف طيبة على بعضها، وهون كان في عائلة كاملة كانوا هدول بيجتمعوا كل يوم جمعة، كانوا 8 أشخاص. من هون طالعوا جسسهم، أخوي طلع من هنيك، البناية كانت كلها مليانة يعني كلها طالعوا. هون الطرف اليمين كان أخوي موجود طالعوا. الشيء الذي يؤلم كثيرا والدمار الذي لحق بالمدينة، المدينة عم تصيب الدمار، معناها أصاب الإنسان دمار. الدمار اللي أصاب المدينة أصاب الحديث والقديم، لكن أصاب ودمر الأبنية التاريخية التي لا يمكن إعادتها وإرجاعها ولا بأي شكل من الأشكال. هذا خطأ كبير لازم نعترف به. المرة الماضية رحت باتجاه القلعة عن طريق بعض الحواجز، وأنا صرت الآن بحاجة لحواجز وعبر حواجز وأقول من أنا حتى أصل للقلعة أو لمحيط القلعة، سواء كان من هاي الجهة أو من الجهة الثانية. مؤلم مؤلم الدمار، يعني أحيانا ما أتصور أني أنا أمشي على الشارع اللي مشى فيه مثلا خيل سيف الدولة، أو سار فيها أبو فراس الحمداني، أو حتى خير الدين الأسدي، سعد الله الجابري، إبراهيم هنان. إنك تمشي في أماكن ما فيها كهرباء، علما في القرن 19 و20 كان فيها كهرباء، كان فيها فوانيس زيت في الليل. حاليا لا يوجد فيها سوى الظلام، وأنها مدمرة وبيد السوريين أو على يد السوريين، على يد نظام لا يبدأ نفهم هذا الشيء، أنه خلاص عهدك انتهى امشي. السؤال الذي يطرحه عدد من الناس في الواقع، إذا كان النظام قام بهذا الشيء بشكل منهجي، بمعنى أنه في اللحظة التي يرغب فيها هو ويعتقد أنه سيقضي على الثورة سوف يمسح كل شيء كما فعل في حماة شباط 82 ويعيد بناؤه بصورة حديثة، بحيث يسرق الروح الموجودة بحلب كل نظام أخذها. ومن يسرق الروح يسرق القدرة على المقاومة عند أي شعب. خذ الهنود الحمر في أمريكا، سرقوا روحهم. أهل حما سرقوا روح. أهل حلب لم تنتصر الثورة، تكون روحهم قد سرقت. يوم من الايام
خطر لي انه نقتل حدا او حدا يقتلنا، بس لما استباحوا دمائنا واعراضنا واهالينا واولادنا فانا يعني ما عندي شيء اخسره. هلا خسرت كل شيء، فانا ضد، يعني ما برضى الدم ولا بحب الدم. انا زوجتي مي مقاتله، انا ماني مقاتل بالاصل، بنتي مي مقاتله، اخوي مو مقاتل، نحن هدول كلهم راحوا. انا هلا في يعني ماتوا من اصدقائي واقاربي اكثر من 200 شخص، 200 شخص بني ادم مات بريء، ما له علاقه بالقصه هي كلها. ولكن نحن مشكلتنا انه عندنا مبدا الحمد لله، وهو يحارب المبدا، ما بده ناس عنده المبدا، يعني عنده اجندات بده ينفذها. نهو بلد، يعني جرونا لموضوع ما بدنا اياه، ما بنعرفه نحن، يعني ما في حدا، نحن في الحرب العالميه ما صارت ان واحد يخرب بلد بشكل كامل مشان كرسي، وبقول لك ارهاب عالمي وبقول لك هيك. نحن داعش، ما كان في داعش، ما كان في شيء اسمه داعش على الارض. جابوا داعش وصنعوا داعش وعم قتلوا داعش، كوباني قوموا الدنيا مشان كوباني، ونحن عم نموت كل يوم. 12 واحد بفرنسا هلا ماتوا قوموا الدنيا، نحن عنا عم بموتوا المئات يوميا وما حدا عم طلع علينا ولا حدا عم بحكي فينا. فوالله ما مال الفؤاد لغيركم، وإني على جور الزمان صبور. بعدتم ولن يبعد عن القلب حبكم، وغبتم وأنتم بالفؤاد حضور. وحيباب قلبي هل سواكم لعلتي طبيب بداء العاشقين خبير. هم علموني البكاء ما كنت أعرفه، يا ليتهم علموني كيف أبتسم. هم أرضعوني لبان الحب في صغري، وعندما تعلقت روحي بهم فطموا. حلب اليوم في وضع لا تحسد عليه نهائيا، بواقع العملي ثلاث اقسام، القسم مع النظام، قسم مع الثوره، وقسم مع الاكراد، ولا يجب ان ننكر هذا الشيء. داخل القسمين يوجد عدد من الحواجز التي تحد من حريه الحركه، وصار عندنا حلب الغربيه وحلب الشرقيه، بيوت مدمره، مدينه هجرها سكانها او الجزء الاكبر من سكانها، المدينة اللي ما كانت تنام بالليل للأسف حاليا ما فيها كهرباء، ما فيها ماء، ما في أحد في الشوارع كمان بعد ساعة معينة، مجرد ما تعتم العين يكون صاروا بيوتهم. حلب شيئا فشيئا، شوي شوي فقدت روحها. حب الحياة اللي كان موجود بحلب عاد موجود.
تحت كان في شركة نارنج قص البرميل قص. كان صباحا يأتي عليها طيور أو يمامات. كان لون النارنج فيها تضاد مع اللون الأخضر جدا جميل. كمان خلاص قبل كانت تجي المعبر من طرق مناطق النظام بتطول المشروع من هنيك لهون 10 دقايق طبعا تحت القنص تحت القصف العدد كبير والزحمة من العالم كانت تقطع. رغم هذا كله كانت القصة تطول 10 دقايق. هلأ المسافة صارت إذا بحد بتجي هناك الطرف لهون بتقطع 12 ساعة تعدي على حواجز عسكرية وقصف على الطريق وضع كتير خطر وكتير صعب حدا يجي لحاله. بينما كانت المسافة 1 كيلو هلأ المسافة صارت كتير طويلة الوقت كتير طويل والجاي صارت كتير صعبة ومستحيلة. أولاد عمي كلنا سافروا كنا كلياتنا ببناء وحدة هنا الذكية ونحن هون. بجوا لعنا بقولون شلون باركين هون شلون باركين هون لو إيش ما صار ما بطلع بقولهم شلون بدي أترك مدرسة وارو. ألو السلام عليكم. شلونكم شلون صحتكم؟ والله بخير تمام. شلون الأولاد؟ يلا اصبري شوي معلش. شلون الصغيرة شلون عمليتها؟ إن شاء الله تمام. طيب يا رب يا رب بس دير بالك عليهم انت وتابعيهم وان شاء الله خير وانا ان شاء الله ما بتأخر عليكم. بدكم شيء لازمكم شيء؟ هاي الدار للمسنين دار مار الياس. أنا أحد أعوذ بالله من قولت أنا أحد الذين وقفوا إلى جانبهم في المحن والصعاب والشغلات اللي عم تصير معنا هاي في بلادنا. نحن عايشين مع المسيحيين من آلاف سنين عايشين مع الأرمل منذ مئات السنين عايشين مع اليهود من قبل الإسلام
عايشين أهلنا وأهلينا وهون بلادنا ما عنا مشكل ولا رح يكون في مشكل، لأنه قبل بشار عنا مسيحيين وبعد بشار مسيحيين. يلا دعونا. ما لازمنا غير سلام. سلم يا الأولاد. الله يسلم. شان أخي. أنت ما تأخر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. البراميل يعني أعداد أعداد ما بتنحصى، يعني وصلنا لمرحلة إنه يعني بنبرك بنرفع راسنا هيك للسماء نشوفه ناحية نزل 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 نزل، يعني بس صار قريب مننا بنبرك مثلا بدروة أو بأبو لو ما يخبط نرجع نطلع. عم بحكي له لأحد الأصدقاء بعين تاب يوم طلعت فيها، كان عندي شغل هناك قضيت ورجعت، فعم بيقول لي إنه بتقف تحت البراميل. قلت له تحت البراميل؟ قال يعني عادي. قلت له الانسان بتكيف، يعني هي بيت هذا بيتي وهي هذا هي بلدي، يعني ايش بتريد اعمل؟ منى تعال هون يلا. وين عبوده؟ ابوي عم بتفرج على تيجي. مين قصف المدرسه؟ دستور. واللي بنام بخاف، ما بخلي حدا يذبحني. مين يذبحنا ليش؟ البشور. بصراحة بيت القديم يعني أنا هو معلاقي، ما بقول هيك بحلبي، ما بطلع منه، يعني كل هالبراميل اللي عم تنزل وكل هالقصف مبسوطين الحمد لله عايشين بحرية بتكفينا وزيادة. لا يفكروا انه والله اذا قطعوا عنا الخبز قطعوا عنا الاكل قطعوا عنا اي شيء انه والله نحن ننجوع ويلا تنهار شمع الخيط على عين تاب. لا الحمد لله طول ما عنا شيء بس انه نعيش الحمد لله باذن الله صامدين، ونحن اولاد هالوطن وراح نموت هون ان شاء الله. تعي 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 سوي لنا حر 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 يلا تعي. انا عبودي. انت عبودي تعي سوي حر 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 يلا. يلا 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 سوي لي حر 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 يلا 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 عبودي. حر حر حر. هي حلب سوي حلب. ايه هي حلب. ها ها هي حلب. ها هي حلب سوي حر 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 يلا سوي حر 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 يا نحن الإنسان في حلب أو الناس في حلب عندهم قدرة على تجاوز الساعة، عندهم قدرة وأثبتوا هالشيء تاريخيا، يعني حلب مر في عليها زلزالان مدمران يعني ما تركوا فيها شيء عمليا، لكنهم بنوا من جديد، رمموا من جديد، أعادوا من جديد. أتمنى لحلب ترجع مدينة واحدة يرجع الإنسان فيها مثل ما كان، يحب الحياة، يحب الطرب، يحب الطابة، يكون الناس اللي هاجرت برا حلب ترجع لحلب، يكونوا استفادوا وتعلموا شيء جديد، الشيء اللي شافوه برا، من الناس في حلب وفي سوريا بشكل عام يطلعوا أكبر من الثورة السورية، يطلعوا برؤية جديدة للهوية السورية. مين السوري في النهاية؟ سوريا صحيح تاريخيا معروفة، لكن بحدودها الحالية هي سايكس بيكو 1916 و 1917،
لكن نحن سوريين، هذا نريد نسوي. نحن الحلبيين ما نريد من حلب. لا هي حالة بشو صار بحالة، لا يما ولا لا طفل استشهد يا يما، شو ذنب الرضيع مرة ابعد يا عسكر هالظالم ننطيع. حر حر حرية، نحنا بدنا حرية، غصب عنك يا بشار رح نحصل على الحرية. حنصود درعة ودير الزر سمو إرهابية، الشعب السوري عم يدور عشوية حرية. رح تتحرر سوريا من هالطغيان يلي بيقتل شعبه حيوان مو انسان. حر حر حريه، نحنا بدنا حريه، غصب عنك يا بشار رح نحصل على الحريه. بدعيك اليوم من الله يرزقني الشهاده، خبي دموعك يا يما صبرك عباده، ورضى علي يا بي ولا تزعل، زعلك بحرق لي قلبي يا مدلل. حر حر حرية، نحنا بدنا حرية، غصب عنك يا بشار رح نحصل على الحرية. حر حر حرية، نحنا بدنا حرية.